بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون، ينطلق شوط جديد من انطلاقاتنا الفترة الصباحية، الشوط 14، وهذه المسيرة الخاصة بالقعدان. أتابع هذه الأعداد الهائلة، بدأت الأعداد بالازدياد وازدحام الأشواط، وهذا يدل دلالة تامة على توافد أبناء الخليج في ميدان الشحنية والبحث عن الناموس وتحقيق هدف يطمح إليه الجميع. المركز الأول، هذا هو مرموق على المركز الأول، مظفر بن محمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي أحد ضيوفنا من الإمارات على المركز الأول، وعلى الصدارة يلي بالمركز الثاني. المركز الثاني طوفان خليفة بن علي بن حمد العطية، مع المركز الثاني وثالث المراكز يتواجد شاهين فراج بن مبارك بن ربيح العجمي، مع المركز الثالث ورابعا. المركز الرابع في هذا الموقف يصل كساب عبد الله بن ناصر بن خميس السنيدي، والمركز الخامس تواصل لهذا الشعار وانطلاق طوفان اللي تأخر قليلا، خليفة بن علي بن حمد العطية على المركز الخامس. هذه الأسماء، النداء الأول إخوان المتابعين، أسماء ما بعد الخمس وشعارات كبيرة مشاركة ومنطلقة ومندفعة باحثة عن الناموس والانتصار في شوط يضم أسماء قوية وشعارات مميزة في هذا الصباح المميز. خلاص تبقى عندنا إن شاء الله الأسبوع ما بعد القادم في 21 من هذا الشهر، إن شاء الله سنتابع سباقا يترقبه الجميع، السباق الختامي الكبير، سباق سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. الله 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 الله، بدأت الأسماء بالتدخل، بدأنا بالانطلاق، تدخل الأسماء، تغيير المراكز. هذا كساب عبد الله بن ناصر بن خميس السنيدي مع المركز الأول، وشاهين يحتل المركز الثاني، فراج بن مبارك بن ربيح العجمي أحد ضيوفنا من الكويت المركز الثالث من الجانب الآخر، وانطلاق اسم جديد وشعار يتدخل في هذه اللحظة، وانطلاق ولا أروع، لكن شعاره محجوب عني، رقمه محجوب عني. المركز الثالث رقم 18 ديبان ناصر بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الرابع ينطلق سلهود مبارك بن رغش بن طبازة بن دودة العامري، ويصل شعار دكتور الأصالة حمد بن هلال بن زفر العفاري، ووعد على الوعد يصل بالمركز الخامس. اختلطت الأمور بعضها ببعض مع المنعطف الأخير، اللحظات الأخيرة، خلاص الناموس حائل بين هذه الأسماء المنطلقة. ذيبان ناصر بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية مع المركز الأول، مندفعا منطلقا. أبناء الشحنية، يجب المحافظة على هذا الموقع يا العطية، يجب عليك المحافظة لتهدي لأبناء الشحنية ناموس ولا أروع. هذا الشعار تعود على الناموس، دائما تعود على الناموس. خلاص اللحظات الحاسمة حسموها أبناء الشحنية، هذا شعار العطية ينطلق. ناصر بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية معلنا حضور ذيبان وانطلاقه إلى خط النهاية، معلنا الانتصار. هذا الشعار، تهانينا يا العطية، تهانينا يا أبو عبد الله على هذا الانتصار. ناصر بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية ينتصر ويحقق الناموس المستحق في الشوط 14. تهانينا لمالك ذيبان على هذا الفوز في صباح هذا اليوم. المركز الثاني وعد حمد بن هلال بن زفنة العفاري. المركز الثالث مرموق مظفر بن محمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي. المركز الرابع الأسد سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، وخامسا يصل الفيل لحمد بن علي بن عامر آل فهيدة المري. إذا هذا هو أو هذه هي المراكز الخمسة الأولى الفائزة معنا، الجوائز حتى المركز العاشر جوائز قيمة وقوية مع هذا الشوط. تهانينا
أو كل الأشواط لها جوائز قيمة في ميدان الشحانية. وهذا هو ملخص الشوط، هذا هو ملخص الشوط بكاميراتي وعدسات قناة البدع بإخراج المبدع أحمد السادة. التوقيت الزمني لحظة وصول ذيبان إلى خط النهاية، 4:34 41 جزء من الثانية. هذا هو ذيبان لناصر بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. تهانينا يا أبو عبد الله على هذا الفوز. المركز الثاني 4:35 45 جزء من الثانية. هذا هو وعد، وصل على الوعد لحمد بن هلال بالزفنة العفاري. تهانينا يا بالزفنة. والمركز الثالث 4:35 51 جزء من الثانية. مرموق لمظفر بن محمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي أحد ضيوفنا من الإمارات. تهانينا والناموس.